رفض رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في كلمة له باجتماع مجلس الوزراء استهداف البعثات الدبلوماسية بالصواريخ، مؤكدا أنها تضر بسمعة البلاد، مطالبا بالعمل من أجل مصلحة الدولة العراقية. صواريخ كاتيوشا تطلق على السفارة الأمريكية أيضا، هذا أمر مؤذي مؤلم غير صحيح. من يخول هذه الجهات بالتعرض لممثلية في العراق؟ هذا يحط من سمعة الدولة، هذا يسيء إلى العراق، هذا غير مقبول مهما كانت النوايا. طيب إطلاق صواريخ على ممثلية أجنبية، هل هذا مفيد للعراق؟ أم تبقى الجهات سواء في المظاهرات أو في خارج المظاهرات أو في التعرض إلى القواعد جهات لا تعلن، والدولة هي اللي تصبح في وضع محرج مع الجميع، مع مواطنيها محرج، لأن المواطنين يطلبون الأمن، وأيضا محرج مع الدول الأخرى، الدول الأخرى في ضيافتنا. فأي اعتداء عليها واعتداء على الدولة العراقية هذا أمر مفهوم. اليوم إذا يعتدى على أي ممثلية من ممثلياتنا بالخارج هو اعتداء على الدولة المضيفة أنه علينا. هاي أمور سيادية، فمن يريد، من يدعي أنه يخدم العراق، عليه أولا أن يرعى مصلحة الدولة العراقية.